ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللي سمعته. طب ما قلتلناش ليه من بدري؟ كنت مخبيه علينا. طب كنت قلتي على الاقل عشان نستريح. طب لو في عيله استريحت مش في عيله تانيه هتتعذب؟ انت صح، بس على الاقل لما يعرفوا الحقيقه هيتصدموا في الاول، بس هيرضوا بعد كده بالامر الواقع. ربنا اكيد ليه حكمه في اللي حصل، ممكن نعرفها بعدين وممكن ما نعرفهاش خالص، بس ما فيش حاجه بتحصل من غير سبب، واكيد ربنا شايل لنا حاجه كويسه. طب واحنا هنقول لهم هنا ايه في البيت لما يسالونا؟ ما اعرفش، انت ايه رايك؟ انا شايف ان احنا لازم. انتوا رجعتوا يا ولاد؟ رجعنا والسواق جايب العربيه ورانا. كنتوا بتتودودوا وبتتكلموا بصوت واطي كده، كنتوا بتقولوا ايه؟ طب بذمتك شريف بيعرف يتكلم بصوت واطي؟ عمره ما عرف يتكلم بصوت واطي اصلا. انا هطلع واسيبكم بقى قاعدين مع بعض.